تنسيتي وصافي، ماشي بحال اللي كان المرحوم. هاشم مرضي، هاشم مرضي الله يرضي عليه، ما بين السماء والارض. لا ما كيتسماش الظلم، كيتسمى هاشم، ما كيتسمى بنادم بحال تنسيتي وصافي. ربما كنت بحال مثلا بحال هكا، ما بغاش نهضر في هذا الموضوع لانه شويه كيضرني الداخل، ولكن ماشي مشكل، ماشي مشكل. كنت دابا الحمد لله، الحمد لله تغيرت المسائل اللي كنت كنظنها انها كل. شوف الا جينا نقول كل واحد داها في همه، كل واحد داها في راسه. ني ميمكنش واحد يبدا يسول فيك بلا قياس ولا ما يسولش، صافي كل واحد داها في راسه، كل واحد داها في امه. انا هذا الموضوع ما عندي به علاقه، ما نجبدو ما والو، لان ما تيخصنيش نجبدو اصلا نهائيا، لان باقي الاصدقاء اللي كيسلموا، باقي الاصدقاء اللي كيسولوا، باقي، ولكن ماشي بحال اللي كان المرحوم. لا كنتلاقاو غير في العمل، ملي كيكون شي عمل كنتلاقاو فيه، يكون شي مهرجان بحال كنتلاقاو فيه، بحال اننا في مهرجان مراكش كنتلاقاو مع الاصدقاء ديالنا الصديقات في الاعمال. صافي فاطمه الزهراء لاباس عليها، كتقرا تمشي ديها في قرايتها دابا وتقاد امورها، نهار تكبر دير داكشي اللي قال لها راسها وداكشي اللي هي قراته تخدم به، ولا عجبها الفن ديرو الله يعاونها، ما عجبهاش تمشي دير عمل اخر. انا بالنسبه ليا ما ديروش، ما تدخلش ليه نهائيا. هاد الفن ديالنا كنسميه انا بحال الحرب. واخا انا دابا الحمد لله الطريق مفتوحه، الخير موجود، المهم ما عندي سوق في، يعني ما كضرني حتى شي حاجه كيف كانت سابقا. مداوله تبارك الله، دوزت فيها 18 سنه ماشي سهله، كنا احباب، كنا خوت، كنا عايشين القصص ديال الناس اللي حنا كنخدموهم وكنتاثروا معاهم، حتى ولينا وحدين منهم، ناس منهم. دابا ما بقيتش في مداوله بزاف، ولو خدمات اخرين، ولو عندي اعمال حره ديالتي، بزاف ديال الحوايج اللي باش خلوني نتبعد شويه على مداوله. الله يعطيها العوين، والله يعطيها الصحيحة باش تكون مع وليداتها، ماشي سهلة. كل أم أرملة ماشي سهلة تكون أرملة مع وليدات، تكون مع واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة خمسة، ماشي سهلة. الله يعطينا العوين ويعطينا الصحة ويعطينا باش نكونوا معاهم، والله يعفو علينا من الحاجة اللي كتضرنا في الدنيا هذه، الله يعفو علينا والله يحيدها علينا. مسلسل ديال الفاميلا كوميدي، من بعد موراه درنا مسلسل دابا دراما نيت ديال سي خالد النقري، المخرج دريس الروخ، في النجوم تبارك الله هما اللي عطا الله. هاشم مرضي، هاشم مرضي الله يرضي عليه، الرضا قد ما بيني قد ما بين السماء والارض، عطيته له الرضا هو وخوته، وقد ما بيني وبينهم شطب وحطب. هذه الدعوات اللي كنت كناخذ من عند الوالد ديالي، الحمد لله. الله يرضي على كل ولد وكل بنت، الله يرضي عليهم في الدنيا كامله. انا من الام ديال الامهات، انا ام كنوب على جميع الامهات، نقول لهم رضيوا على اولادكم، الا رضينا على اولادنا ربي غيرضي علينا وغيهدينا جميعا، الله يهدينا جميعا. أنا كنموت على الجمهور ديالي، لأنني عندي في كل خرجة عندي جمهور يشوفني، كيشوفني يسلم عليا يحبني، عندي الحمد لله الله يخليهم ليا جمهور كبير. اللهم لك الحمد على هاد الناس وعلى هاد النعمة اللي عطانا سيدي ربي في هاد الناس اللي كيحبونا، وقال لك إلا حبك الله تيحبب خلقه فيك. شكرا لمجلة لالة العروسة، تنحييها وتنقول لها تبارك الله عليك، تبارك الله عليك، تبارك الله عليك. مجلة لالة العروسة، أخبار حصرية بجودة عالية. لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار.